دائما. الفقرة الأخيرة بتحمل كثير من المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية وأيضا الجمالية. أكيد زينب، عم نحكي اليوم عن قصة بتهم كثير من الصبايا، الإكسسوار، وقد ايه هو متنوع وممكن يكون بتكاليف كثير بسيطة وبذوق خاص فينا. ممكن نضيف اللمسة الخاصة يلي نحن عم نحبها على كل قطعة، بتزيد من جمال يمكن ثيابنا وبتزيد من أناقتنا. أكيد لهيك اليوم رح نحكي أكثر مع ضيفتنا سمية مارديني، مصممة الإكسسوار، عن آخر موضات الحلق الخاصة. اليوم رح نحكي عن الحلق اللي كثير من البنات ما فيها تطلع بدون حلق وبتتبع الموضة فيه، بتحط أكثر من حلق كمان حتى. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم. موضوعنا اليوم حلق، هيك حبيت نخصص يعني كل مرة نحكي عن شغلة. تمام. الحلق الدارج، شو الشغلات اللي فينا نلبسها بالصيف بالشتاء، هالقصص. سمي، خلينا نفوت دغري ونعرف اليوم شو الدارج مثل ما قلتي، شو هي موضة 2021 بالحلقات. عم نشوف ألوان كتير وأحجام مختلفة، فخلينا نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل. هلا أنت اليوم لابسة الدارج. موضة هاي السنة هي الحلق الكبير يلي الدور. مثل الستاند الأول الشيء اللي حاطينه، الطارة الكبيرة أو مثل الحلق اللي أنت حاطتي. كتير هاي الموضة هلا دارجة بهذا الحجم أو الأصغر أو الأصغر، بس المهم إنها تكون مدورة، يعني الحلقة اللي مدورة. موضة الحلقة اللي ملون كتير كمان مثل هذا المبدأ اللي عنا هون هلا، هيك شيء كتير دارج الحلقة اللي ملون، يعني بتحسي ألوان صيفية موجودة فيه، يعني بتحسي التيب كله صيفي. نعم. بأشكال نجوم، طارة، شانيل، أي شيء، بس المهم إنه تكون الحلقة ملونة حسب كل واحد، كل صبية شو اللون اللي بتحبه وشو الحجم اللي بتحب تحطه. أي، وأحلى شيء بهذا الحلق إنه هو بينلبس على كل شيء، ما فيك تتقيدي بالألوان لأنه فيها هي كل الألوان طبيعة الحال يعني، فسهل لبسه. كمان يمكن سمية، في كثير من الصبايا ما بيحبوا الحلق الكبيرة، بيحبوا الشيء الناعم كثير، فخبرينا عن كمان الحلق الناعمة اليوم. كمان قدامك في مجموعة هلا عندي هيك الحلق اللي دارج هلا، هذا الحلق حلاوته انه ما بيروح لونه، واضح؟ تمام، واضح. هيك حلق هذا ما بيروح لونه، هذا ستايلس حلو انه هو حلق ناعم، فيك تخليكي حاطيه على طول، يعني ما في داعي تقيميه وتحطيه مثل الحلق الكبير، يعني الحلق الكبير ما بنتحمله كثير، خلص نروح مشوارنا وخلص. في اشكال خلص. يعني منهم في اشكال، حتى في الملون، في قصص كثيرة موجودة حتى للصغار، يعني هذا مو بس للصغار. هلا حلق الفواكه هو كثير كثير موضة هاي السنة، بحسه انه حلو للصغار، ما هو للصغار وللصبايا حتى عم يحطوه. حلق الفواكه كثير دارج بكل شيء، يعني مو بس الفواكه دارجة هي السنة، حتى بطوق بتلاقي حتى في له تعليقة فواكه أو هيك شيء، يعني هي كفكرة كتير غريبة وحلوة. درجة الأقحوانة، هلأ الأقحوانة هو هذا الستاند الصغير، إذا هذا الأبيض. تمام، هاد أيوة هاد هو، هاي فعلاً هاي الأقحوانة كتير موضة وكتير درجة، درجة طوق، درجة إسوارة، درجة حلق، هي كقطعة كتير موضة. يعني هي عم هذا الحلق حلق غريب، تعطيني اياه لورجيك. ايه تفضلي. تمام. هذا الحلق بنقله نحن حلق سنسال، قطعه كثير غريبه، هي عباره عن سنسال وبصير حلق. تمام، بس دقيقه، بصير حلق وبصير سنسال؟ لا، هو السنسال بس بطريقه كثير غريبه بصير حلق، يعني تعليقته برغي تبعه مو مثل البرغي العادي، برغي سنسال. تمام تمام، بس لا هلا هذا اللي بايدك الموضه هاي السنه بكل الوانه، الروز والذهبي والفضي. هيك بده يجي الحلق. حلو، ثلاث الوان حلوين كمان. هلا هذا حلق السنسال، هيك بيجي الحلق. تمام، هاد ناعم كمان، قطعه كثير ناعمه. الغريب فيها انه هي ما لها مثل البرغي العادي اللي نحن بنحطه بالاذن، هذا هو البرغي اللي بالحلق وبنسحبه بصير فكرته كثير حلوه وكثير غريبه. نعم كمان. كمان بالنسبه لالوان القطع اللي عم نشوفها
بترضي كل الأذواق، يمكن ما في لون ما هو موجود منه السادة منه الملون. قد ايه اليوم تنوع الألوان بيرضي كل الأذواق؟ وممكن الصبية تجي لعند حضرتك وتقلك مثلا أنا بدي هذا الموديل المعين، لون المعين، تدخل ذوقها يمكن بالقطعة الموجودة وحضرتك تطبقي لها إياها. تماما، يعني هلا مثل هذا الحلق الملون فيني أنا غير فيه على هوا شو هي بدها ألوان، فينا نشتغله مثل ما بدها. يعني هلا في قطعة لا خلص، يعني مثل الحلق الطارة هي ألوانه موجودة وما فيني غير بألوانه، بس كحلقة ملون مثل هي القطع أي فيني ألعب فيها كتير. تمام، شو موديل الحلق يلي مثل ما بنقول ما بيبطل؟ يعني نحن الحلق الناعم ناعم ناعم شو ما كان لونه موديله شكله هو ما بيبطل. أنت ما عندك أو حلق الألماس الصغيرة، هلأ في عندك بهيك بهي الستاندات حلق الماس صغير، الحلقة اللولية، انه هاي القصص. الحلق الناعم هو الحلق اللي ما بيبطل. هو في عندنا موديلات غريبه بالحلق، هلا مثل عندك هيك مثلا، هون في موديلات غريبه شغلات نهفات، يعني الجرافه مثلا، يعني عرفتي هي نهفات، يعني مو كمان مو كل البنات هلا كثير من الصبايا الصغار يمكن بالاول العشرين او 18 يمكن بحبوا هي التفاصيل وبتنافسوا مثل ما شفنا انه وحده مثلا بتحب الحلق شكله غريب، الفواكه حلق الفواكه اوقات، الورده اللي شفتها قبل شوي. تماما، هلا كمان عندي بما انه دارجه طاره فنحن غيرنا شوي حتى ما نكون يعني تقليديين بالموضه. في بنات بتحب انه هي صح انه دارجه هي الطاره بس بدها اياها بموديل غريب. يعني مثلا مثل هيك نازل منها سمكات، طاره مع السمكه، يعني هيك فكره هي غريبه شوي. او حطينا على الخرز اللي هو كثير دارج هي السنه بالطواق بالاساور باي شيء، يعني حتى بالحلق، يعني دمجنا موضتين سوا، حلق الطاره مع ال هذا كمان النوع من الحلقات يمكن كمان ما بيبطل اذا بدنا نقول ما بيبطل. فعلا هو ممكن نستفيد منه باللبس اليومي. مزبوط. هلا في كمان عندي موضه اللي هلا دارجه هي المجموعات، حلق المجموعات. هي حلق المجموعات اللي عنده اكثر من ثقب بالحلق، تمام؟ فهلا هاد هيك اسمها حلقه المجموعه. بتلاقيها مجموعه كامله بتنحط على اكثر من ثقب. هلا مثل هاد موديله شوي غريب انه هو بتشنقل شنقله بالاذن والثاني بنحط بالثقب وبينزل منه سلسال. هلا هذا الموديل كثير غريب، هي بتنحط بال يعني ما لها ثقب، هي شنقله ونازل السلسال على هون بقلب الثقب. يعني شايفه الحلق حلق موضه لحاله او عالم لحاله، يعني فيكي تفوتي فيها مليون موديل. بيعطي جماليه كثير كبيره. بيعطي جماليه تمام، بيعطي جماليه للثياب بس انه يتحط بطريقه صح، بطريقه صح، وحلق وخاتم يعني في توازن لازم يكون باللبس. اكيد، يعني اللي بدها تحط القطعه الكبيره مثل هنيك الطاره بدنا نختصر يكون الطوق يا دوب مبين، يعني صحيح كثير كثير ناعم. نعم. طب خبرينا اليوم كثير دارج اللون الذهبي مع كل شيء، هلا صاير موضه له سنتين، الفضي ما كثير دارج بس في بنات بتحب اللون الفضي، خبرينا اليوم كمان عن تداخل الالوان، عم شوف بنات عم يبتكروا عم يحطوا ذهبي وفضي مع بعضهم، خبرينا كمان عن هي الموضه. هلا اذا بدك تحطي ذهبي وفضي انا بفضل تحطي الثلاث الوان سوا، ذهبي وفضي وروز. تمام. ايه يعني نبتعد عن انه نحط قطعتين ذهبي وفضي بس. لا خلينا ذهبي فضي روز، هلا هيك بتزبط معنا، بس ذهبي وفضي شوي بعيد عن. تمام، كمان عم نشوف الحلقات المدورين اذا بدنا نضل فيها، لكن الشتويه مثل ما بنقول نحن، الشتويه واللي الوانها كمان شتويه، انا بحبهم هدول كمان. وانا بحبهم هدول. كمان هن كثير ناعمين. هلا هي مع بعض. في عندك القطعة الزرقاء هي طابات صوف. تمام. فهي قطعة شتوية شوي يعني. تمام. كمان حلو هيك يكون عنا لكل فصل له خصوصيته، مثلا فصل الصيف هي الالوان الصاخبه، الشتي المخمل ودرجاته والوانه. دارج شيء هلا لبعدين الشتاء او كذا دارج الوان معينه عم تطلع على اخر الموضات بالاكسسوارات؟ هلا الموضه هي مثل ما حكينا الثلاث الوان سوا، يعني ثلاث الوان. تمام، يعني حتى لكي لما عم نشتغل عم نشتغل الثلاث الوان سوا، لما عم نطبق شيء عم نطبقه ثلاث الوان سوا. انه هيك حتى الاساور حتى الاساور تماما ثلاث الوان سوا، روز وفضي وذهبي. هي اكثر هي اذا بدي ادمج الوان مع بعض.
او مثل ما حكينا هلا هي يعني نحن هلا بالصيف دارج الفيروز كثير مثلا شيبا الفيروز كثير دارج فيروز ما بيبطل كمان تمام وهي السنه كثير دارج يعني رجع درج من اول وجديد حلق الفيروز كثير حلو وطاقته حلوة عندك هذا الحلق الملون كمان الوان هيك الفيروز كثير موضه هلا هي موضه صيف تمام الفيروز دائما بتحسيه بالصيف اكثر يعني بس يعني هو كقطعه بتضلها صيف شتاء يعني بتلبسيها بالصيف والشتاء تمام حلو كثير هذا التنوع يعني يمكن بيرضي كثير من الاذواق سميه وبنفس الوقت فينا نستخدمه صيف شتي مثل ما قلتي بيزيد من جماليه الثياب بيعطينا يمكن قد ما كانت القطعه بسيطه بيجمل القطعه اكثر اكيد تمام بتعطيكي حركه للبنت يعني هلا نحن كمحجبه نحن محرومين انه نحط حلق يعني بس البنت حطوا خواتم لا هلا قولي خواتم انا كثير بحط ما عندي مشكله بس كحلق يعني بتحسي انه لا انه وين بدي احط الحلق تمام يعني اما البنت السبور يعني انا بقول لهم يعني انه جمال جمالي عندها مجال تمام انوثه يعني تمام. الحلق انا بحسه انوثه تمام هلا شوفي مثل هذا الحلق كمان كثير موضه اللي هو هذا بيتعلق على صيوان الاذن وهدول بنحطوا على باقي الثقوب يلي عندها اكثر من ثقب كثير موضه كمان هيك والحلق رجعنا للحلق المدور يعني بالنهايه عم نرجع للحلق المدور نعم يعني كثير من النماذج اللي جبت لنا اياها اليوم لنحكي عن موضه الحلق اهم شيء مثل ما قلنا دائما يكون في هيك اناقه بلبس الاكسسوار حتى يعطي طابع ناعم وجميل وتبين القطعه معه سميه يعني انا بدي اقول لك شكرا كثير على وجودك معنا وعلى كل هالقطع وان شاء الله هيك بنشوف كمان ديزاينات ثانيه حلوه بنحكي عنها بحلقات قادمه ان شاء الله هلا اهم شيء كمان نحن اذا بدنا نعطي هيك نصيحه للبنات انه انت لما بدك تحطي الحلق بالبيت بتشربك مع كل شيء لهيك لازم يكون عندك بالبيت يا اما هيك ستاند صغير مثلا تعلقي عليه الحلق او علبه خاصه بالحلق لانه انت اذا حطيتي الحلق مع الاطواق مع الاساور بفوتوا ببعضهم البعض اكيد حتى ممكن اوقات يتاثر لون بتاثر القطعه كل الشكر لك سميه بدي اتمنى لك كل التوفيق وشكرا انك جبتي شوي من شغلك عرضتي لنا اياه شكرا لك شكرا لكم